ياسمين رئيس تنشر صورة لوالدتها، الجمهور علق إنها نسخة منها. الصورة نادرة وما تم تداولها على السوشيال ميديا، لكن ياسمين أفرجت عنها للمحبين. إليكم التفاصيل. نشرت ياسمين رئيس صورة نادرة لإلها مع والدتها من الطفولة مع شقيقتها، وطالبت الجمهور بالتعرف عليها، وخمن الكثيرون إنها الطفلة الجالسة على المنضدة، فيما علق آخرون إنه ياسمين نسخة من والدتها في شبابها. وكانت ياسمين رئيس مازحت الفنان أحمد مكي عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، وحكت إنه دعوتها لحضور مهرجان المزاريطة ما وصلتها ضمن النجوم اللي ظهروا كضيوف شرف في مسلسل الكبير أوي اللي عرض في شهر رمضان الماضي. ردت عليها رحمة أحمد صاحبة شخصية مربوحة بتعليق كوميدي، ونشرت صورتها على ريد كاربت وهي ترتدي ملابس بتناسب طبيعة شخصيتها الصعيدية. علقت ياسمين بصورتها وهي ترتدي فستان تايجر، وحكت ما تخلينيش أنزلك بالتايجر الحقيقي. لقطة ياسمين رئيس حققت تفاعل كبير على السوشيال ميديا، وتفاعل الجمهور مع منشورها وتعليق مربوحة. يذكر أنه فكرة مهرجان المزاريطة لاقت إقبال كبير وقت عرضها في الحلقات الأخيرة من المسلسل. الفكرة طورها الكبير في الأحداث ونالت إعجاب أهالي المزاريطة، وبدأ بالفعل التحضير للمهرجان بمساعدة حزلقوم ومربوحة. وبدأ القائمون على المهرجان التواصل مع النجوم لدعوتهم للإقامة في المزاريطة حتى موعد حفل الافتتاح والظهور على الريد كاربت. ومن أبرز النجوم اللي ظهروا على الريد كاربت مهرجان المزاريطة شيرين رضا وفتحي عبد الوهاب وهنا دمهنا. مسلسل الكبير أوي 6 من أقوى الأعمال الدرامية في رمضان 2022، واستطاع أن يحقق صناعه نجاح كبير من الحلقات الأولى، بالإضافة لحلقات لعبة الصبيت اللي تسببت في تصدر العمل لترند لعدة أيام، وكتبت الصحافة الكورية عن العمل وتفاصيل الحلقة اللي تشابهت بشكل كبير مع المسلسل الكوري الشهير لعبة الحبار. الجزء الأول من مسلسل الكبير أوي تم عرضه عام 2010 وحقق نجاح كبير، واستغله مكي في عرض 5 أجزاء، لكن تم التوقف لفترة عن عرض أي أجزاء جديدة بسبب إصابته بفيروس نادر، واستمر علاجه لفترة طويلة. وبالإضافة لقرار دنيا سمير غانم بالانسحاب لرغبتها في تقديم أعمال فنية جديدة في مشوارها.